هسا هون احنا شو عملنا؟ سكرنا 5 و 6 و 1، هي 1 وهي 6. 1 اللي هو ايه؟ 1 اللي هو ايه؟ هي النقطة مشينا هيك، هيها. و 5 اللي هي ايش؟ سي. فمعناتها ايه وسي مشبوكين مع بعض بارلل، نفس النقطة مبلشين يعني يتوصلوا. اما بي سكرنا 6، 6 يعني مش من النقطة هاي انا بلشت من هون. فعليا بي مشبوك ان سيريز مع A وسي المشبوكين بارلل. فانا بحف يعني بحبذ انه بالامتحان تكونوا حافظين هالرسمة. هي A وسي وN، هي R R R مشبوكين مع البي دي سي. بس شو الفكرة اللي بدي احكيها؟ بدي احكيها انه الانترفل الرابعة اللي هي 1 2 3 4، اللي هي من 180، من 180 لا 240، اللي هي بيكون فيها شغال 2 و3 و4 نفس الرسمة. الرسمة نفسها، يعني عندي R وهون R وR والنقطة هون A برضو وهون C، والتنتان مشبوكات بنقطة نيوترال، وهون مشبوكين مع R مشبوكين مع النقطة B. ماشي، بس الاختلاف فقط في اتجاه الدي سي فولتج. هاي اتجاهها موجب، هاي رح يكون اتجاهها سالب، هيك يعني السالب للأعلى وللأسفل. بس يعني نفس الرسمة، يعني هاي بدك تحفظ توصيلتها A و C in parallel مشبوكين مع B، وهنا نفس الشيء. طب نشوف شو اللي رح يصير. اللي رح يصير اولا انا بدي احسب ال R equivalent عشان احسب ال V output. انا بدي احسب ال V output. ال R equivalent شو بتساوي؟ ال R equivalent بتساوي عندي هدول تنتين parallel، فرح يصير عندي R R ضرب R على 2R، صح؟ فمعناتها ال R equivalent بتساوي ال R equivalent